بسم الله الرحمن الرحيم. معلش الفيديو وقف، كان في نقطة معينة. تعال نكمل بس مع بعض. كنا بنجيب الإجابات عند نقطة A ونقطة B. احنا قلنا الاتنين، انا بس بعمل تطبيق على اللي احنا قلناه. نقطة A ونقطة B هما متساويين في نفس الإجهاد، يعني هما ليهم نفس الإجهاد الداخلي، فانت الترمين دول متساويين لان زد A بيساوي زد B. لكن لو انت بصيت نقطة A الاسترس الخارجي بتاعها جاي عند بوينت 4 من الكيو، من الحمل الاسترس اللي هو الاسترس عند مين؟ عند سطح الارض. ما احنا قلنا كل ما انا بنزل داخل التربه الاسترس بالنسبه لي بيقل، فانت عند نقطه ايه الاسترس ده ببوينت 4 من الاسترس عند سطح الارض اللي هو نقطه كيو. لكن عند نقطه بي نتيجه ان هي تقريبا تحت السنتر بالظبط، فانا الاجهاد هنا اكبر من نقطه A، لان انا قلت لك كل ما ببعد عن المركز كل ما الاسترس بيقل. فعند نقطه B الاسترس بكام؟ اللي هو الخارجي بنص كيو. فطبعا هنا ان الاجهاد عند نقطه B اكبر من الاجهاد عند نقطه مين؟ عند نقطه A، برغم ان النقطتين عند نفس الليفلز، لكن نقطه B تحت القاعدة مباشرة في السنتر، تقريبا تحت السنتر بالظبط، لكن نقطة A بعيدة عنها. فده المين؟ ده منطقي عندنا. طبعا نقطة سي بتساوي جاما في الزد بتاعت السي، ده اللي هو الاجهاد من الداخلي اللي احنا كنا بنقول عليه سيجما داش. لكن الاجهاد الخارجي اللي هو اسمه دلتا سيجما عند النقطة دي من بوينت 2 لبوينت 4، فبنقول عليها بوينت مين؟ بوينت 3 الكيلو. بس ده كل اللي احنا عايزين. طبعا الباقي ده كله كلام نظري، ممكن تشوفه في المحاضرة. تمام، نيجي عند اللي هو بالنسبة لي نبدأ أول حاجة اللي هو البوينت لود. لو أنا عندي بوينت لود بالشكل ده، حمل نقطة بيأثر أو بنسميه concentrated لود، أو الحمل مين؟ الحمل المركز. طب أنا عايز أعرف إيه في الحمل المركز يا شباب؟ تعالى عندي نقطتين مهمين جدا في الحمل المركز. وليكن أنا عندي أدي هنا خط مثلا بالشكل ده مثلا كده يا شباب، هنا مثلا، وعندي ادي خط هنا تاني، يعني ده خط بس ايه وهمي، ده اعتبر ان ده سطح الارض وده خط وهمي. وانا عندي وليكن انا عايز احسب الاسترسز عند النقطة دي مثلا، وليكن عايز احسب الاسترسز عند النقطة دي بالشكل ده، وليكن انا عندي برضو حمل بالشكل ده، حمل بوينت لود هنا بيأثر هنا مثلا بالشكل ده. ركز بقى معايا، انا عندي هنا حمل وليكن حمل اسمه بي، وليكن 2 كيلو نيوتن مثلا بالنسبه لي، حاجه صغيره مثلا، والحمل ده وليكن 5 كيلو نيوتن بالنسبه لي. خلي بالك ده حمل كونسنتريتد لان اليونتس بتاعته بالكيلو مين؟ بالكيلو نيوتن. بقول لك ايه بقى، انا عايز احسب الزياده في الاجهادات عند النقطه دي. عند مين؟ عند النقطه دي. اول حاجه بحسبها بحسب مسافه اسمها زي. خلي بالك عند النقطه دي الزي بتاعتها اهي. ايه تعريف الزي دي يا شباب، او المسافه اللي هو المسافه الزد بالنسبه لي؟ بقول لك هي المسافه من اخر نقطه في المنشا او اخر نقطه في الحمل، يعني تيجي عند النقطه دي. بمعنى ايه؟ لو انا عندي منشا هنا، الزي هتتقاس من سطح الارض ولا من اخر نقطة في المنشأ؟ قالك لا، ده الزي بتتقاس من اخر نقطة في المنشأ اللي هي بالنسبة لي لغاية النقطة اللي انت بتحسب عندها، فانت دي الزي بتاعت المنشأ ده. تمام، فنشيل ده دلوقتي. لكن بالنسبة لي النقطة دي هي بتأثر هنا، يعني الحمد لله بتأثر هنا، فانت بالنسبة لك الزي بتاعته هي دي، فانت الزي بتاعت ده مختلف عن مين؟ مختلف عن ده. ولكن المسافة دي، انت لو كنا تعالى نحسب مسافات، ولكن النقطة دي 2 متر، ولكن النقطة دي مثلا اللي هي 5 متر اللي هي المسافة كلها، فانت الزي بتاعت الجزء ده هتبقى بكام؟ هتبقى عبارة عن من اول هنا لهنا اللي هي بخمسة، لكن الزي بتاعت المنشأ ده اللي هي عبارة عن 5 يبقى ليها بتلاتة، يبقى انا كده عرفت الحمل ومين والزي. تاني نقطة انا عايز افهمها يا شباب، حاجة تانية، حاجة اسمها الار. ايه حوار الار ده يا شباب؟ تعالى بس نفتح حاجة تانية، بورد تاني.
ادي هنا لو انا عندي الحمل بالشكل ده بيأثر هنا، وهنا عندي بالنسبة لي ادي الزي اللي احنا قلنا عليه ما فيش مشكلة. طب ايه حوار الار ده يا شباب؟ بص النقطة اللي هي تحت الحمل بالظبط هنا عند النقطة دي، عند النقطة دي بالظبط الار بتاعتها بزيرو. يعني ايه الار بتاعتها بزيرو؟ يعني بعد النقطة اللي انت عايز تحسب عندها عن المركز بتاع الحمل. فانت هنا الار بزيرو، فانت لو مشيت هنا لو انت عايز تحسب هنا فدي الار، ار سمول. لو انت مشيت شوية كمان، لو انت مشيت شوية كمان هنا عند النقطة دي فانت دي ار جديدة. فانت لو مشيت كمان شوية عند النقطة دي فانت دي ار مين؟ ار جديدة. وطبعا عند بقى نفس الاتجاهات الناحية دي، يعني انت هنا دي بتعمل لي دايرة كده بالشكل ده، فانت الار من جميع الاتجاهات، وعند النقطة دي بتعمل لي دايرة كده، ده طبعا بالنسبة لي بلان، ودي هنا كده بالنسبة لي بتعمل لي دايرة هنا. فانت النقطة دي النقطة دي زيها الناحية دي. فانت عندك ثلاثة بارامترز، عندك الزد وعندك الار وعندك مين؟ الحمل. فانت ترجع بس هنا، ادي الكلام اللي احنا بنقوله اهو، عندك حمل، عندك زد، عندك مين؟ عندك ار، ودي نقطة مين؟ نقطة دي. فانت لو عايز الزيادة في الاجهادات عند على مسافة الزي، بنسميها مسافة الزي، بتضرب فاكتور اسمه انفلونس فاكتور اسمه اي، ده بتطلعه لا اما من المعادلة لا اما منين؟ لا اما من الشارتات. وبتضرب في البي اللي هو الحمل الكونسنتريتد ده، ليه قسمت على الزد تربيع؟ قالك قسمت على الزي تربيع يا شباب عشان اخلي الحمل ده بالنسبه لي يتحول لستريس. ما انت ده حمل مثلا وليكن كيلو نيوتن، فانت محتاج تقسمه على حاجه مربعه متر مربع مثلا عشان يتحول من حمل مين؟ حمل ستريس. لكن لو انت بتحسب في اللاين لود، في اللاين لود هتلاقيني بقسم البي او هتلاقي بنسم البي على حاجه مش مربعه ايا كان بقى. فانت ركز في مين؟ ركز في الجزء. فانت الخطوه اللي بعد كده يا اما تعوض في المعادله تطلع الاي بي او تجيبها من التشارت. والتشارت اهو علاقه ما بين الار على الزي وعلاقه ما بين الانفلونس فاكتور. فنرجع لمسالتنا، للمساله اللي احنا عاملينها بالشكل ده، سوري، نرجع للمساله اللي احنا عاملينها. المساله اللي احنا عاملينها، وليكن انا عايز احسب الاسترس عند النقطه دي مثلا، عند النقطه دي، والنقطه دي من الحمل ده المسافه دي بالنسبه لي 4، ومن الحمل ده برضو المسافه دي بالنسبه لي قول 5 مثلا، يعني دي وليكن نقطه دي. فتعال نجيب نتيجة الحمل مين؟ الحمل اللي هو وليكن الحمل ده. انت عندك اهو، هنقسم الصفحة نصين. الحمل بالنسبة لي مقدار الحمل اللي هو 2 كيلو نيوتن. لازم تقسم مين؟ لازم تطلع اللي هو المسافة اللي هو بنقول عليها في البتاع اللي هو R على Z. فانت هتيجي تجيب R على Z بالنسبة لي. الـ R هنا في المسألة بالجزء ده، الار بالنسبه لي اهي اللي هي 4 متر اللي احنا قلنا بعد النقطه اللي انت بتحسب عندها، بعد النقطه اللي انت بتحسب عندها عن مين؟ عن مركز الحمل اللي بيأثر فيه. يبقى المسافه عندي بالنسبه لي مين؟ بالنسبه لي 4. فانت تقول كام؟ 4. والزي بتاعتنا للحمل ده الزي بتاعتك كام؟ ب5. فانت تقول كده بالنسبه لي اللي هو 4 على 5 يعني كام؟ 8 من 10. فانت هتطلع الاي من هنا، هتروح على التشارت بتاعي هنا كده، التشارت هنا هتيجي عند 8 من 10، دي نص، 6 من 10، 7 من 10، ادي 8 من 10. فانت هتطلع خط كده، ادي 8 من 10 يا باشا بالشكل ده، وتمشي افقي، تمشي افقي، ادي اقول لك ادي النقطه بالنسبه لك اهي، يعني وليكن هنا كده. يبقى ادي الاي بتاعتك، الاي بتاعتك دي بوينت واحد، دي بوينت كام بقى؟ ركز بقى معايا، دي بوينت 1.2، بوينت 1.4، بوينت 1.6، بوينت 1.8. يبقى هو جاي عند بوينت 1.4، فانت الاي بالنسبه لك بوينت 1.4. فانت بقى لو عايز تطلع الدلتا سيجما للحمل ده هتقول الاي مضروبه في الحمل على الزد تربيع. فانت لما تيجي تعوض هتقول مين؟ الاي بالنسبه لي بوينت 14 في الحمل البي اللي هو 2 كيلو نيوتن على الزي تربيع. الزي بالنسبه لي كانت 5 تربيع للحمل ده،
هتطلع من هنا مين؟ هتطلع الناتج. فمشكلة لغايه دلوقتي اهي. فتعالى بقى نكمل بقى مع بعض. تعالى نجيب بقى مين اللي هي الحمل اللي هو كان 5 كيلو نيوتن. فانت الار على الزي بتاعتك، الار على الزي بالنسبه لي الار كانت كام في المساله؟ لو انت رحت الار هنا كانت بخمسه، صح ولا لا؟ تركز بقى في الحته دي. فانت الار بالنسبه لك، بالنسبه لك خمسه. والزي بتاعتي فين في المساله؟ الزي هنا بثلاثه، صح ولا لا؟ اهو الحمل ده. فانت الزي بالنسبه لي بثلاثه، فخمسه على ثلاثه 1.67. فانت هتطلع الاي بتاعتها، الاي بتاعتها تيجي عند التشارت 1.67. فانت طبعا اهو 1.67، قول 1.7 دي 1.5، 1.6، 1.7. فانت هنا بالنسبه لك هي النقطه دي. فانت هنا جاي لك هنا عند الخط ده، لو انت عملت خط هو ده اللي هو ده، دي النقطه بالنسبه لي. بسم الله 1.5، ادي 1.7. في 1.7 جاي عند كام؟ 0.02. فانت بالنسبه لك الاي 0.02 الشكل ده. فانت لما تطلع الدلتا سيجما هنا بتساوي كام؟ الاي بالنسبه لي 0.02 مضروبه في المسافه اللي هي بكام؟ اللي هي المسافه او سوري الحمل بالنسبه لي 5 على الزي تربيع. هنا الزي بتاعتها ب 3 تربيع، ركز في النقطه دي، لان انت ادي هنا الزي بتاعتها صعبة، ادي هنا بس، وتعوض تعويض ايه؟ وتعوض تعويض، مفيش ادنى مشكلة في الجزء ده. تمام يا شباب؟ ده جزء مين؟ ده جزء البوينت لود، وانا وضحته بمين؟ وضحته بمثال عشان يبقى الايه الموضوع كده خلص.